أسعد الله صباحكم جميعا، يعني أسعد الله صباحكم كلكم، يعني قش لفة. ما عندي قضية، وهي لابس كلتي على المقلوب، وهذول شعراتي يا شايفينهم هاي، يعني بدي أجيب أنا هيك، أنا بس هيك بس ما في شيء يعني، هاي إنه هيك اللي مشان اللي بده يعني طالع اللي مفكرني بدي أخطب بنته ولا بنت أخته ما يعطينيش، ترى أني ما بكوي قميصي وما بمشط شعراتي، ديروا بالكم. يعني القضية الأولى، أحد بجوز يكون من أبناء الشوارع أو قليلين الأدب، يعني بيعلق لي على اليوتيوب إنه هو بده يبعث لي كنزة، بشوفني كل يوم بنفس الكنزة، فهو يعني بقول لي مشان أبعث لك كنزة يعني. صبرا جميل وبالله المستعان، لا إله إلا الله، فعلا شيء يعني برفع الضغط وشيء بجنن البشرية يعني. أخي لا أتعاطى مع أسواء وهمية، الله يرضى عليكم، يلي اسمه وهمي اللي خايف من الكلب المسمى أسد لا يقربني عند ربي أنا. يخدم قضاياهم قبل أن يخدم أهلنا في حوران. دقيقة، لأنه هاي البنت اللي بحبها قاعدة بتحكي معي، والله ما فيني يعني ما ارد عليها، تقول لي تحبك مكة، لا حول ولا قوة الا بالله. طيب على راسي انتي. يعني هاي طبعا ادمان العزوبية بيعمل فنون كثير، واحد بتعلم كثير فن، بس يكون الواحد عزابي ويطول بالعزوبية بصير يطبخ ويرسم ويكتب شعر ويحكي مع حاله بالليل، ويعني بصير الواحد عنده كثير افكار، لانه النساء يعني بعطن الواحد عن مسيرة الحياة كلها، بصير وين ما راح يتشركل فيها، فهيك بتتشركل بالطبخ وبتتشركل مسائل يعني اخرى، بتعيش يعني تعيش لك كم يوم نظافه قبل ان يوفيك الاجل. هيك قالوا، هيك قالوا بوتين، هيك قالوا بشار. انا كنت سامعه حاضر قدامي يعني، صار الحديث، قالوا يا جحش بدك تدفع ثمن السلاح اللي عم ببيعك اياه، شغله خبز وما صوت، مش شغله معنا، مش شغلتنا هاي. هيك قالوا. انا استغربت، طلع بشار بالكرد ما رد، هاي واحنا قاعدين بالاجتماع على مبدأ غوار كان يكتب نصوص للماغوط، وأنا كنت قاعد مع بشار بالاجتماع مع بوتين، يلي مو مصدقني يسأل بوتين، ويلي مو مصدق غوار يسأل الماغوط. فاللي بيجي مستنكر بروح بفوت على الحمام، هاي الوصفة تبعه، بروح على الحمام 3 مرات في اليوم على أقل تعديل، وكل مرة نص ساعة، بيقعد بالحمام بيشجب بيستنكر بيهدد بيزبد بيرعد بيخبط راسه بالحيط وبيطلع مرتاح. تعملها 3 مرات إلى 4 مرات حسب الحالة اللي بتمر فيها. إذا أنك من جماعة نشجب ونستنكر وندين وقتل المدنيين، ها؟ ما بداهن حدا ولا بنافق لحدا، لا داير على منصب ولا داير على وظيفة، لا بدي أصير رئيس ائتلاف ولا بدي أصير الجمهورية. لا والله الرئاسة معقولة بس مش هالساعة. معقولة، فيها وجهة نظر محرزة. ليش تركيا بدها تصالح مصر؟ قوية هاي والله، هذا سؤالك قوي. طيب انت شو قم نزلك طيزك معكم؟ شو بسعوي قاعد يا خرا؟ شو بسعوي قاعد يا زلم؟ هو المجتمع الدولي كله ناطر ابو ياسين يوقع مشان يشيلوا بشار اسد بس؟ ها هذا القلم، هذا هو شايفينه، والله ما راح اوقع، خلي بشار اسد، يلا هذا هو شايفينه، هسا ما اقدر اوقع، بس والله ما راح اوقع، ها بدي مشان يضل بشار الاسد. يلعن اخت العريضه. ما فيك تقول عسكر احسن وعسكر اسوء، ما فيك تقول عسكر هذول احسن من العسكر هذول يا حبيبي، الله يرضى عليك. يعني كانك بتقول فرده الجراباي اليمين الها ريحه، الفرد اليسار ما الهاش ريحه. يا رجل يا رجل، يعني الأردن كما تعلمون يعني يحدها من الجنوب المملكة العربية السعودية، ويحدها من الشرق فلسطين المحتلة، ويحدها من الغرب العراق، ومن الشمال تحدها سوريا. هذا بقول لي لابس الكنزة بالقلب، يا عمي أنا بحياتي ما لبستش كنزة صح،
عطول بلبسها بالقلب، هيك الله خالقني. شو بدك ومالك ومال كنزتي يا زلمه بتسمه بدن الواحد؟ اي بقول لك لابس الكنزه بالقلب، اطلع بالشورت اعملك بث بالشورت مره جايه. اي لا اله الا هو الحي القيوم. شوف وين بنحكي، وين من هالرجال واحد بقول لك لابس الكنزه على القلب؟ يعني شو انت يعني خصبت نووي هسه مثلا اكتشفت اكتشاف اخترعت اختراع اني انا لابس على القلب؟ ايه بلبسها على القلب خيوك. شو يا زلمه شو المشكله؟ شو هالكارثه اني انا لابس كنزه على القلب يا زلمه؟ لا حول الله من امر الله. والله نكس عقالنا يا زلمه، نكس عقالنا يا علي، والله الله يلعنه، والله نكس عقالنا العكوت. لك شلون؟ ما بعرف يعني. من خلال وضعه بتفاصيل دقيقة وحقيقية لما تواجهه الدولة وما تفعله الدولة أيضا في مواجهة هذا العدوان الكبير على مفردات حياة السوريين وتفاصيلها. مفردات ما شاء الله، قديش المواطن السوري اليوم عنده مفردات وتفاصيل يا خالد العبود. هل أنت حاضر لك هوشة بالحارة؟ حاضر لك هوشة بالكراج؟ حاضر لك هوشة بس هوشة المثقفين هاي عادة يعني بدها الواحد يكون حقيقة متسلح بعدد كافي من القواميس والمعاجم حتى يفهم شو عشو بتهاوشوا هذول المثقفين. أنا أرفض كل شيء وما عندي شيء أحكي، ولما الله سبحانه وتعالى بيسر لهالناس وبعد سنة 20 سنة 25 سنة إذا صارنا نندفن بهالبلد بنندفن، ما صار لطيزي. أوه الله بلانا كمان بيسار معفن، يعني هذا طلع اليسار الماركسي هذا طلع يعني أخرى من داعش بكثير، كلهم وقفوا مع النظام وكلهم وقفوا ما بعرفوا وبقيسوها على البيكار. بيقول لك قال لينين وقال ماركس وقال إنجلز وقال طيزي، شو بعرفني يعني هاي المسخرات تبعهم. شاف شلون طلعوا طزوز بالأخير، طلع ما حدا معه شيء يعني هذول اليسار التيار اليسار. أهل السعداوي قطعوا بظهرها، إيه أنا شو أعملها يعني؟ يعني اذا اهلها قطعوا بظرها انا شو مشكلتي؟ شو فيها يعني؟ شو بقدر اخدمها يعني؟ تروح ترفع دعوة على اهلها يا اخي. اهلها متشددين يعني، ما بعرف انت زبون جديد عندي على الصفحة، والله ما بعرف مين انت. حكينا سابقا وبنحكي وبنكرر، اذا بتيجي قحبة شرموطة بدل هالكلب النذل المجرم الحقير لا احنا موافقين. يلا السلام عليكم. والله ينزع مشهد بسار الاسد ومسألة المعارضة، الله ينزع مساهم كلهم.